دونك السلام عليكم الاخوان، اليوم غنديروا واحد الشرع عملي كيف ما كتشوفوا. غادي نصاوبوا فيها هذا الراس ار جي 45. دونك بالنسبه لهذه العمليه غنحتاجوا هذا البانس هذا، ها هو الاخوان بانس ريزو. كتجي مع كيجي مع هذا المقص هذا. دونك بالنسبه لهاد السنينات الاخوان اللي كتشوفوا، هاد السنينات هادو فاش كنوركوا على البانس كومسا راه تيطلعوا و تيعطوا لينا فهاد السنان هادو، هاد لي هاد السنان هادو ديال النحاس تيعطوا فيهم و تيدوزوا لينا الماس هادوك الخيوطه ب 8 ديال الار جي 45. دونك اول مرحله اش غنديروا، غادي نحيدوا الكاش ديال الخيط، غادي نعريوه، نحيدوا هاد البلاستيكه، نحيدوا هاد الخيط هذا اللي زايد ديال النحاس، المهم دوك الخيوطه كاملين اللي زايدين غنحيدوهم. راه عندنا ديجا واحد المقياس هنايا الاخوان، نعضوا غادي نعضوا به ونحيدوا بهاد الشوائب اللي زايده. غادي نعريو على الخيط، كومسا، وغادي نستعملو الشيمة ستوندار اللي كاينة في جوجل ديال الار جي 45، اللي كاينة في كاع لي كابل اللي كيخرجو من ليوزين. دونك بالنسبة للشيمة ستوندار راه هي هادي، قهوي فاتح، غادي نقلبو على الخضر حتى هو. غادي نحاولوا نديكونيكطيو هاد لي كابل كاملين مع بعضياتهم. غادي نحيدوا الشوائب الاخوان، دونك من بعد ما عرينا على الخيط غادي ندوزو الشيمه ديالنا اللي هي ستوندار الاخوان. دونك بالنسبه للشيمه راه هي هادي، غنديرو قهوي فاتح، عفوا كنديرو قهوي فاتح خضر، كنتبعو بالخضر، كنشدوهم بحال هكا لي كابل، كنحاولو نطونديهم شويه. غنديرو زرق فاتح، غنتبعو بزرق فاتح وغادي نتبعو بزرق، وفي نفس الوقت كنطونديو الكابل باش نقدروا نخشيو في الراس ديال الار جي 45. وغادي نديرو قهوي، وغادي ندوزو خضر فاتح، ليموني فاتح. دونك هذه هي الشيمه ستوندار ديالنا الاخوان اللي كنخدموا بها، وكيخدموا بها الشيمه العالميه ديال الار جي 45. دونك عندنا الاخوان قهوي فاتح، خضر، زرق فاتح، زرق، خضر فاتح، ليموني فاتح. من بعد ما قادينا لي كابل ديالنا، قادينا الشيمه ديالهم، كناخذوا الكابل، كناخذوا البانس ار جي 45 باش نقطعوا هاد لي كابل هادو على هاد الشكل الاخوان. هذا هو الراس ديالنا. دونك بالنسبه لهذا الراس راه كيجي كيف ما كتشوفوا، غادي نحاولوا نزوميو عليه شويه. دونك بالنسبه لهاد السنان هادو الاخوان راه كيكونوا خارجين واحد شويه. دونك هادشي علاش الى بانسيناهم بهاد السنان هادو كيعضوا في هاد النحاسات هادو وكيدوزوا لينا الماس الكابل ار جي 45. بالنسبه لهاد لي بين هادو راه عندنا 8 ديال الخيوط، كنحاولوا نفيريفيهم قبل ما ندخلهم هنايا، كنفيريفيهم بعينينا، قهوي فاتح، خضر، زرق فاتح، زرق، ليموني، خضر عفوا، خضر فاتح، ليموني فاتح.
باش ندخلوهم على هذا الشكل الاخوان. بهذه الطريقه الاخوان دونك قهوي قهوي فاتح خضر ازرق فاتح ازرق ليموني فاتح خضر فاتح عفوا ليموني ليموني فاتح. دونك حنا فاش غادي نحاولوا نزيروا على الكابل ضروري خاصو يبانوا لينا هاد الريوس بحال هكا واصلين هنا باش نتاكدوا منهم 100%. كنبقاو نديري فيه ضروري الالوان دونك دابا الاخوان نقدروا نبانسيو الكابل ديال الراس ديالنا. دونك دابا راه بانسينا بشكل ناجح الكابل دابا راه خدام. نعاودو هاد الراس هو يا راه كيبان ليا قديم شويه حتى هو نعاودوه بسرعه. دونك بالنسبه لهذا البانس هذا راه ما كيتعداش الثمن ديالو 45 درهم. طريقه الاستعمال ديالو راه كيف ما كتشوفوا راه سهله بزاف. دونك ندخلو الراس ديالنا على هاد الشكل الاخوان. هادي هي الشيمة ديال ار جي 45. دونك كيف ما كتشوفوا هاد الريوسه ضروري يبانوا لينا هنا بلي راه واصلين. تاكدوا منهم 100%. وكنفيريفيو بيان سور الشيما ديالنا. دونك دابا نقدروا نبانسيو هاد الخيط هذا للراس. دونك الراس ديالنا دابا راه مبانسي بشكل ناجح. غادي ناخدو السي بي او ديالنا نتيستيوه مع الكابل. دونك غادي نخشيو في المكان ديالو. بالنسبه للفيلتاج القصير راه هو اللي كيكون حدا السي بي او منو السي بي او.
دونك كيف ما كتشوفوا الكابل ديالنا مفيكسي بشكل ناجح كيتحركش، حتى بالنسبه للميدي تي والمرا ما امبوسيبل انهم يدخلوا ليه. دونك ها هو كاب الراس ديالنا، دونك غادي نكونيكطيو في البور ديال البيب بي او اي، وغادي نفيريفيو الليد ديالنا خاصها تشعل. هاهي كيف ما كتشوفو هي شعلات. دونك الكابل ديالنا راه مزيان وندوز لي بين كاملين بشكل ناجح. دونك يكفي اننا نديرو فيه اون كارت سيم دابا تكون اورانج وندوزو ليه الالوك ديالو. هادوك لي دو فلاش كيف ما كتشوفو واقيلا يمكن راه فيه شي كارت سيم، هادشي علاش شعل بالخضر. دونك كيف ما كتشوفوا الاخوان ها هو مقري لينا بشكل ناجح. نقدروا دابا ندوزوا ليه الالوك ديالو. ها هو كي ديمار يا الاخوان. دونك هو ديمارا وعطانا بلي راه كارت سيم راه مراكباش، دونك خصنا ضروري غنطرو ضروري نركبو لا كارت سيم. نشوف شي كارت سيم ديال اورانج باش نقدروا ندوزو ليه الالوك ديالو. دونك هاد لا كارت سيم هادي راه غير كارت سيم عادية، ولكن راه كتخدم فيه عادي. حنا غنركبو ليه هاد لا كارت سيم باش يطلع فيه الريزو، باش نقدروا ندوزو ليه الديكوداج ديالو. غادي نركبو لا كارت سيم ديالنا. دونك من بعد ما ركبنا لا كارت سيم ضروري كي خصنا نطفيو البوان داكسيون ونعاودو نشعلوها اللي كدوز ليه لاليمونطاسيون ديالو. دونك كنطفيوها من هاد البوطون كنعاودو نشعلوها وكنتسناو لا كارت سيم تقرا لينا. هادي راه كارت سيم اورانج وما فيهاش كود بين، راه دونك راه بيان سور غادي تقرا لينا. تعطينا ليد بالصفر كتعني لينا بلي لا كارت سيم راه تقرات، ما يبقاش عندنا هاد المشكل ديال دونك. ها نتوما كيف ما كتشوفوا عطاتنا ليد بالخضر.
ضروري ها من بعد ما قرات لينا لا كارت سيم سي بي او ضروري كنستناو هاد لي ليد الاخرين يخدموا. دونك هي الليد ديال الريزو وهذه الليد ديال الواي فاي هذه الليد ديال الباور. دونك كنبرونشيو الكابل ار جي 45 في لي بور صفرين مع البي سي. بالنسبه لهذا البور الكحل راه هو اللي كيتبرونشا مع السي بي او. دونك غادي نمشيو للبي سي ديالنا نكملو الديكوداج ديال السي بي او. غادي نفتحو نافيغاتور غادي نطابيو الاي بي بار ديفو ديال السي بي او. وندخلو الادمين ديالنا اللي هو ادمين هنا في الباسورد غنطابيو سي بي او اروباس هواوي مينيسكول وغنديرو اونطري. هنا غطلع لينا واحد النافذة غادي نديرو لا سكيب كوم سا. دونك هذا هو الريفيرونس ديالنا الاخوان سي بي او اوت دور بي 2368 غادي ندوزو ليه دابا الايلوك ديالو. دونك بالنسبه للديكوداج راه غنمشيو للسوفتوير ابغريد غادي نديرو تشوز فايل وغادي نختارو البيرو ديالنا فين حطينا الفلاش. دونك اول فلاش كندوزو ليه دونك اول فلاش كندوزو ليه راه هو الفيشي الاول. من بعد كندوزو ليه الموديم. دونك غادي ندوزو ليه الفيشي الاول ديال الفلاش باش يتفتح لينا وتالوكا. دونك من بعد ما اختارينا الفيشي ديالنا غادي نبركو على ابلود وغنستناو الفلاش ديالنا يدوز للسي بي او. بالنسبه لهاد العمليه راه كتاخد شويه الوقت تقريبا شي 5 ديال الدقائق.
دونك من بعد ما داز لي الفلاش الاول بشكل ناجح راك تبدل لي لا لونغ، كنختاروا من هنا كنبدلوها كنضطوا انجليش باش ندخلوا الادمين ديالنا اللي هو ادمين. CPE arrobas Huawei minuscule CPE majuscule ندير اونتري هنا كنكليكيو على سكيب. من بعد كنمشيو للمانتونونس باش نتاكدوا 100% دوزنا ليه الفلاش، وكنجيو للسوفتوير ابغريد من جديد وكنختاروا الفيشي الموديم اللي هو الفيشي الثاني. دونك باش واخا لا دار ليه السيد اللي غياخذو واخا يدير ليه الريزيت كيبقى مديكودي 100%. كنختاروا الفيشي ديال الموديم باش نكليكيو على ابلود وكنتسناو الفيشي الثاني حتى هو يدوز.
دونك سالت العمليه ديال الفلاش والديكوداج ديال هاد السي بي او. يكفي اننا نديرو فيه امكار تسيم اتصالات فهو غيقرا لينا بشكل ناجح. ماشي بالضروره غيقرا لينا اتصالات، راه هو راه غيقرا لينا لي سيم كاملين، غير هو بوغ لا فيريفيكاسيون تنديرو اون كارت سيم اتصالات وصافي. دونك من بعد ما ركبنا فيه لاكارت سيم اتصالات غادي نطفيو ونشعلوه باش يقرا لينا لاكارت سيم بشكل ناجح. كيف ما كتشوفوا لاكارت سيم اتصالات تقرات، كنتسناو البون داكسي حتى هي ديماري. شوفوا لي ليد ديولها حتى هي خاصها تشعل لينا هاد الليد هادي ديال الريزو وتشعل لينا هاد الليد ديال الويفي. دونك بالنسبه لليد بجوج راه شاعلين كيف ما كتشوفوا، هادي الليد ديال لاكارت سيم وهادي الليد ديال الويفي، هادي الليد ديال الباور. بالنسبه لهاد لاكارت سيم راه واخا ما فيهاش انترنيت راه غادي نتيستيو غير لا لين وصافي. انا غندير 0 بوين فيسبوك حيت كيكون مطلوق فابور في لالين ديال الاتصالات، غادي نفيريفي بيه لالين واش دايزه. كيف ما كتشوفوا ها هي الانترنت خدامه الاخوان، لاكارت سيم اتصالات قاريه لينا كارطة. دونك سي بي او ديالنا قاري لنا لاكارت سيم اتصالات ويقرا لينا لي كارت سيم كاملين. بالنسبه لهاد السي بي او ديال الهواوي راه احسن ابونمون ممكن نديرو معاه اللي كتخدم صراحه مخيره، احسن ابونمون اللي انا بالتجريب جربتها وخدمات ليا مخيره هي لاكارت سيم ديال 249 درهم ديال انوي، راه كتخدم بواحد الشكل اللي هو هائل صراحه، وحتى الانترنيت كتبقى ستابل لا بالليل لا بالنهار وصراحه خدامه مخيره مع السي بي او ديال الهواوي. السي بي او ديال الهواوي راه كيبوستي الانترنيت بواحد الشكل اللي هو رهيب. دونك هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه للديكوداج ديال السي بي او اوت دور هواوي اللي هو البي 2368 تيغي 266. دونك هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه لهاد لا فيديو، الله يعاونكم الله يسخر الامور.